عليكم أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم معايا في حصة جديدة من حصة البساطة مع سميرة ديزاد. كما عودتكم بالوصفات السهلة والبسيطة، اليوم إن شاء الله راح نشوفوا مع بعض نوع تاع غريبية معروفة بزاف في الشرق الجزائري، يديروها تاني بزاف ناس قسنطينة. راح نحاول نعطيها لكم بالمقادير اللي راهي هنا أمامكم. نبدأوا على بركة الله نشوفوا المكونات تاع الوصفة تاعنا تاع نهار اليوم. نحتاجوا كمية تاع فرينة، نحتاجو كمية تاع السمن، عندنا هنايا بودرة الكاكاو، سكر ناعم، لافاني، راح ناخدو تاني رشة تاع الملح. كما كتشوفو مكونات بسيطة جدا. نبداو على بركة الله، وفي نفس الوقت راح نعطيكم المقادير بالضبط، يعني مقادير المضبوطة باش كي تجربوها ان شاء الله تنجحوا فيها. اول حاجة نحن نديروها نحن كيلو الفرينة ديالنا، والفرينة تاعنا رانا رايحين نحمسوها. نجيب برك هنايا كاس، نتوما خذوا اي حاجه تكيلوا بها وتبعوا باقي المكونات بنفس الكاس ولا بنفس الكيله. اذا عندنا الفرينة، بالنسبه للفرينة رايحين ناخذوا 3 كيسان فرينة ولا 3 كيلات تاع فرينة. كما راكم تشوفوا هنا معايا راني وجدت المقله ديالي، الفرينة تاعنا رانا رايحين نحمسوها شويه هكذا باش الغريبيه هذه راح تعطينا بنه بزاف هايله. هذه من جهه، ومن جهه واحده اخرى الفرينه تاعنا كي نحمصوها رانا رايحين نخرجوا لها كامل هذوك لوميديتي الرطوبه اللي تكون فيها، وهكذا ثاني راح ننجحوا في الغريبيه ديالنا. هنا نقص شويه، اذا لازم تكون المقادير مضبوطه هكذا، 3 كيلات يكونوا معمرين. في الغريبيه هذه هي سهله في التحضير ديالها، ولكن لابد ان نحترم المقادير ديالها باش ننجحوا فيها. عندنا 3 كيلات تاع الفرينه يكونوا ممسوحين. مازال من بعد نحتاج هذا الكاس، راني حنزيد نكيل به باقي المكونات. نشعل النار على المقله ديالي، النار ما تكونش قويه بزاف. هاد الغريبيه تجي هذيك الغريبيه البيضاء، لذلك الفرينه تاعنا نحمسوها ولكن بدون ما تاخذ لون. نجيب هنا اون سباتول باش نحركها حتى تتحمس معانا وتخرج لها كامل هذيك الرطوبه اللي تكون فيها. في نفس الوقت كما قلت لكم الفرينه كي نحمسوها راح تعطينا بنه بزاف هايله، وهذه الخطوه تقدروا ديروها مع اي نوع تاع غريبيه حتى الغريبيه التقليديه. يعني جربوها تحمسوا الفرينه ديالكم راح تعطيكم ذوق بزاف هايل. الغريبيه من الحلويات الجزائريه التقليديه اللي يحبوها بزاف الامهات ديالنا، يعني حلوه بسيطه ما فيهاش بزاف مكونات وسهله في التحضير ديالها، المكونات ديالها متوفره في كل بيت، ما نستغناوش عليها تاني في الاعياد في المناسبات، دائما تكون متواجده فوق الطاوله. كما قلت لكم نحاولوا نحمصوها بلا ما تاخذ لنا اللون. كي تحمسوها راكو رايحين تشوفوها كشغل تقدر دير لكم الحبيبات، دونك لازم نغربلوها، وعلى الاقل يعني حاولوا تغربلوها زوج مرات. انا هنا لضيق الوقت ما عنديش بزاف الوقت باش نقعد نستنى عليها بزاف، يكفي هكذايا. وتاني باش نقول لكم لازم تكون بارده. فوالا هاي ليك هنا الفرينه ديالي، راح نخليها هنا انا تكوتي تبرد لي، ولا نحطها هنا من الاحسن نخليها تكوتي تبرد، ونروحوا نوجدوا مع بعض الخليط ديالنا تاع باقي المكونات. هنا نضف فقط مكان العمل، نجيب ان ريسيبيون هنا. كما قلت لكم عندنا السمن، بالنسبه للسمن ضروري جدا يكون في درجه حراره الغرفه، ما ندوبوه ما والو. قلنا عندنا 3 كيلات تاع فرينه رانا حين ناخذ معاهم كيله تاع السمن، كيله تكون ممسوحه.
البطاطس من هنايا. وانا هنا راني مكيله بنفس الكيله السكر الناعم. عندنا بالنسبه للسكر الناعم كيله ناقص اصبع، كيله مو ان دوا تاع السكر الناعم. هنا راهو انا مغربل، لازم تغربلوه، انا هنا راهو مغربل. نحطوا عليه شويه تاع لافاني، يعني كاين اللي ما يديرولهاش لافاني، وميم لافاني ما تكترولهاش، لانه لافاني كي تدخل الفرن كشغل حتزيد تحمرها لنا، وهذه الغريبيه لازم شغل كشغل تبقى بيضة. نديروا شويه تاع لافاني وراح نضربوا هاد المكونات هادوما بلو باتور ديالنا حتى نتحصلوا على خليط يكون كريمي واللون ديالو يولي ابيض. انا دوكا راني حال نبدا نشغل باتور ما نقدرش نهضر، المهم راح تشوفوا القوام تاع الخليط ديالنا كيفاش يولي. نبداو بسم الله. هنا نحبط الجوانب باش كل المكونات تندمج مع بعضها البعض. شوفوا الخليط ديالنا راه بدا يولي كما قلت لكم ياخذ هذاك اللون الابيض. نكمل نضرب. هنا غير نشوفوا الخليط ديالنا بدا يبيض نتوقفوا، يعني ماشي لازم نخلطوا بزاف بزاف. فوالا دوكا نقسم هذا الخليط على اثنين. انا اليوم راني حندير هذه الغربيه بذوقين، راح تكون بالذوق تاع لافاني وراح تكون بالذوق تاع الشوكولا. نجيب هنا اون سباتول ونقسم هذا الخليط هذا، نحاولوا نقسموه يعني في النص. جزء انا حين نزيدو له الكاكاو والجزء انا حين نزيدو له الفارينه اللي حمصناها. كما قلت لكم لازم تكون بارده ولازم نصفيوها باش نتفاداو هذوك الحبيبات. انا هنا عندي هذه المصفات هذه، شوف هنا عندي مغرفه. نروحوا معاها غير بالعقل. هي في الوصفه نورمالمون ترفد لكم 3 كيلات تاع الفرينه هذه اللي حمصناها. وممكن تاخذ لكم اقل شويه ممكن اكثر، لانه على حسب النوعيه تاع الفرينه، كاين فرينه اللي تشرب كاين فرينه اللي ما تشربش. نخلط ونشوف حتى نتحصل على القوام المطلوب. واني رايحه نعطيكم يعني السر باش تاني ما تحبط لكمش في الفرن هاد الغريبيه هادي. كما قلت لكم ناكد عليكم لازم تكون بارده الفرينه وتكون مغربله. هنا ماشي غير تشوفوها راهي نطمت معناتها خلاص. هنا نحاول نستعمل اليد باش نحس مليح بالقوام تاع العجينه. هنا كيما كنت تشوفوا معايا هاي ليك، هي تبان راهي نطمت ولكن راهي مازالها خفيفه كشغل مازالها جاريه. يعني كي نديروا مثلا هكذا حلبوش فوق
نحاول برك نوري لكم لاستيوس باش ما تهبط لكمش. شوفوا كي حطينا هنا هكذا حربوش كشغل راه ينطلق شويه، دونك زيد لها شويه تاع الفرينه. لازم هذاك الحربوش اللي نحطوه لازم يبقى شايد روحه. نعم نزيد لها كميه تاع فرينه نضم العجينة ديالي. بعد نعمل نفس الشيء مع الجزء الثاني تاع العجينة اللي بقالي، راح نزيدوا له الكاكاو ومن بعد نكملوا بالفرينة اللي حمصناه. فوالا هنا العجينة راهي انطمت معايا، هاي ليك نخليها هنا تكوتي. هنا راح نحط بودرة الكاكاو، عندنا حوالي 2 مغارف تاع بودرة الكاكاو. فوالا نغربلو الكاكاو ديالنا، نزيدو كمية تاع الفرينة بشوية حتى نتحصلو على نفس القوام. ضروري جدا يكون عندنا نفس القوام تاع العجينة البيضاء. نكمل نخلط هنا تاني، من الأحسن نستعملوا اليد. هنا نزيد شوية تاع الفرينة. بالنسبة للتشكيل تاعها راهي تاني سهلة بزاف، ما فيها لا طابع لا والو. كما نقول لكم دائما الحلويات التقليدية ديالنا راهي سهلة بزاف، يعني لا من ناحية المكونات ولا من ناحية طريقة التحضير. فوالا هذا تاني لازم البودان ديالنا كي نحطوه فوق العمل لازم يبقى شايد روحو ما يحبطناش. فوالا خلاص هنا انا تحصلت على العجينة. فوالا دوكا نروحو نشكلوها. هنا هادي خلاص نظف برك يدي. نطفو تاني هنا شويه مكان العمل ديالنا ونروحو مباشره للتشكيل. كما قلت لكم التشكيل تاعها راه بزاف سهل، ما نحتاجو لا طابع لا والو، نحتاجو فقط الى الشوكه باش نديرو الديكور ديالنا. نوري لكم هنا حبات، ناخذ شويه من هاد العجينه، نسبقو دائما في العجينه البيضاء لانه باش نخلو مكان العمل ديالنا يكون نظيف شويه. وناخذ شويه من هذه البنيه تكون نفس الكميه. نقدر نرش شويه برك فرينه. ونسقوهم هكذا مع بعض. كما قلت لكم ردوا بالكم اليد ديالكم توسخ لكم العجينة تاعكم. نظف دقيقة برك ثاني مكان العمل. أنا الفرينة هنا مازالها شوية دافية، سي بوغ سا لاباط تاعي ماهيش حاكمة بزاف روحها. من توما خلوها حتى تبرد بهذا الشكل هذا، ومن بعد بالفرشيطة أنا حين نعملو خطوط. نحاول نزيد نسكمها مليح، وبالشوكة تاعنا نديرو هاد الخطوط هادوما
هنا انا نضغطه هنا في الكوتي، بهذا الشكل هذا. كي تحب تفرح الوالده ديالها دير لها هاد الغريبيه هذه تاع ناس زمان. تحبوا ديروها غير باللون الابيض لكم الاختيار، تحبوا ديروها هكذا بالذوق تاع الشوكولا والذوق تاع لافاني لكم الاختيار تاني. ومن بعد نقطعوها هكذا مقروطات، ندخل الموس في الفرينة، بهذا الشكل هذا. أنا هنا كما قلت لكم الفرينة ديالي راهي سخونة، على بها راهي ما شدتش روحها مليح. نجيب ان بلاطو اللي يروح للفرن، ونحطو الغريبية ديالنا. نفرشو الورق الطهي. هذا ما كان، انا دوكا بقالي برك نكمل نقطع الغريبية ديالي ونحطها في البلاطو ديالي وندخلوها للفرن. بالنسبه لنصائح الطهي، طيب على نار قليله على درجه حراره 150 درجه مئويه، لانه كما قلت لكم راح طيب غير بالعقل، تاخذ لكم الوقت حوالي 20 الى 25 دقيقه. الطيب تبقى بيضه محافظه على اللون ديالها. وتاني غير الطيب ما تمسوهاش، خلوها حتى تبرد باش تنحوها من البلاطو ديالكم. دوكا ما بقى لي برك نكملها وبعد نشوفوا الغريبيه ديالنا في طبق التقديم. عملنا اليوم الغريبيه البيضاء، عطيتها لكم بذوقين، ولا كاين يسموها غريبيه الفرشيطه. عملناها بالذوق تاع لافاني وبالذوق تاع الشوكولا، هاي اللي هنا امامكم وصفه من وصفات الجدات، معروفه ثاني بكثره في الشرق ناس قسنطينه اللي نحيوهم. اللي حبيت تفرحي الوالده ديالك جربيها وفرحيها بهذه الغريبيه هذه، ديروها حتى في الاعياد ديالكم. اذا كان عجبتكم هذه الوصفه هذه وحبيتوا المزيد من الوصفات والافكار، ما عليكم فقط تزوروا موقع القناة. نشكركم على حسن المتابعة، انتظروني في وصفة واحدة أخرى. قلكم في أمان الله.